لسه مع أخطاء أردوغان، الاقتصاد التركي شهد انكماش خلال فترة حكمه، وقال زعيم المعارضة التركية كمال كليشدار أغلو إنه منذ اعتماد النظام الرئاسي انخفض الدخل القومي بمقدار 135 مليون دولار مع انخفاض نصيب الفرد أيضا، وأصبح معدل نمونا نسبة إليه 3 في الألف. وتساءل، هل هناك أي دول أخرى في العالم مثل تركيا؟ ولماذا هبطنا إلى 3 في الألف؟ أغلو قال كمان، لقد تدهورت حرية الصحافة والثقة في القضاء، بلغت 38% ومكانة البنك المركزي 0. معانا على التليفون الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور مساء الخير. دكتور عبد المنعم مساء الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم، مساء النور. أهلا بك. إلى أي مدى ترى أن سياسات أردوغان أدت إلى انكماش الاقتصاد التركي؟ هو لا شك ان اقتصاد تركيا بيعيش حاليا يعني اسوأ مرحلة في تاريخه بسبب سياسات اردوغان. الاقتصاد التركي اصبح ضحية فعلا للهوس والجنون السياسي الذي اصاب رئيس التركي اردوغان، سواء كان بسياساته اللي هي مستفزة او سياساته غير متوقعة مع معارضيه، تدخله السافر في السياسات النقدية، عزله لمحافظ البنك المركزي، تعيين محافظ جديد، التدخل في شكل ونمط السياسات النقدية والسياسات الاقتصادية بشكل كبير، ده كل ده أثر على الاقتصاد التركي في المرحلة الماضية. يعتبر عام 2018 وعام العام المتداخل 2018-2019 هو الأسوأ في مرحلة الاقتصاد التركي اللي كان بيشهد انتعاش كبير منذ عام 2003، لكن للأسف الاقتصاد التركي تدهور خلال السنة الماضية بشكل كبير. ربما من أكبر المظاهر لهذا التدهور والانخفاض ولقيمة لحجم الاقتصاد التركي، سواء كان متمثل في انخفاض الليرة التركية اللي فقدت أكثر من 45 من قيمتها، ارتفاع عجز الحساب الجاري، زيادة معدلات البطالة في تركيا، انخفاض الاستثمارات الأجنبية. دائما وأبدا بنقول إن أي استثمار في دولة أو أي دولة بترغب في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لابد أن يكون لديها شفافية واضحة، لديها سياسات مالية واقتصادية ونقدية واضحة، حتى يتسنى لأي مستثمر أن يدخل في الاقتصاد يدعم اقتصاد الدولة، يعمل مشروعات في هذه الدولة. لابد أن يكون هناك شفافية. الاقتصاد التركي منذ 3 سنوات على الأقل في تدهور، في تدخل، في تخبط في السياسات النقدية، طارة بارتفاع الفائدة ثم انخفاضها ثم إعادة ارتفاعها، انخفاض العملة بشكل كبير، هروب رؤوس الأموال وهروب رجال الأعمال من تركيا بشكل كبير. أيضا الدين الحكومة في القطاع الصناعي، هناك القطاع الصناعي يشهد في زيادة معدلات الديون الحكومية لصالحه بأكثر من 160 مليار ليرة تركي، وده أثر بشكل كبير على حجم الصناعة وتمثيلها في الناتج القومي الإجمالي لتركيا بشكل كبير. حتى أن وكالة بلومبرج الأمريكية، ودي تعتبر من أكبر الوكالات الأجنبية المهتمة بالشأن الاقتصادي ومقارنة العملات المحلية للدول مقارنة بالدولار الأمريكي، ويمكن أعلنت منذ حوالي أسبوع تقريبا على أن الجنيه المصري هو ثاني أكبر يشهد أفضل تحسن أو أداء للعملة المصرية بعد الروبل الروسي. أيضا في ذلك التقرير نفسه شهد أن العملة الليرة التركية هي الأسوأ، هي وعملة الأرجنتين هي أسوأ العملات على مستوى العالم كله، وده طبعا بيؤدي إلى انخفاض التصنيف الائتماني لتركيا، وبالتالي انخفاض الاستثمارات بشكل كبير وهروب الاستثمارات منها. أعتقد أنه الاقتصاد التركي بسبب تدخل أردوغان، بسبب التعنت، بسبب عدم وجود الثقة الداخلية في الاقتصاد والتدخل في الاقتصاد والسياسات سواء كانت مالية أو نقدية، هيأثر بشكل كبير على معدل النمو الاقتصادي. وبالفعل النهارده احنا بنتكلم في معدلات نمو اقتصادي لتركيا للاسف متدنيه للغايه. الموازنه العامه لتركيا منذ سنوات لم تشهد اي ما يطلق عليه عجز، لكن شهدت في عام 2018 عجز، 2019 في النصف الاولاني حصل عجز وعجز كبير ايضا،
في حدود 78.5 مليار ليره، يعني تقريبا 13.5 مليار دولار. ده رقم كبير مفزع بالنسبه للاقتصاد التركي. والحقيقه ان جرائم اردوغان مستمره على كافه الاصعده السياسيه الاقتصاديه، حقوق الانسان، وايضا دعم الارهاب. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عبد المنعم السيد.